سي عمر مورو صباح الخير. أنتم رئيس الغرف التجارة والصناعة والخدمات المغرب، الآن كنتواجدوا في مراكش اللي كيستضيف المنتدى المغربي للتجارة. ما هما ارتسامات ديالكم بهاد ديال هاد يومين العمل مع المهنيين؟ شكرا إيكو أكسو. اولا جيت سعيد بتواجدي في مراكش، ولكن قبل ان اخوض في غمار مراكش كنظن لابد من نقول بان كان لي الشرف ان اصطحبت مع السيد الوزير في جولات جهويه، وهذا الجولات الجهويه واللي حاولنا نتقربوا اكثر من المهنيين من كل جهه جهه. ف لدينا من دراسات على الوراق، لدينا من يعني بعض الافكار، ولكن ملي كتهود لكل جهه جهه كتعرف مشاكلها الجهويه والترابيه، وهذا هو جديد في هذه المحطات اللي كنا دونها. وكنظن بان اليوم نسعى لاخراج واحد استراتيجيه جديده اللي منبثقه من القاعده، وهذا يعني لابد من نقول بان اليوم هذه الاستراتيجيه ان شاء الله تكون فيها الخير على التاجر، حيت تكون فيها يعني عندها حقائق ميدانيه. والاجمل هو يعني ما يفوق على 1300 يعني ريكومونداسيون، او لا وهاد 1300 ريكومونداسيون اللي جينا بها من الجهات. واليوم يعني في المنتدى يعني ديال اليومين ديال مراكش كاين البارحه ما يفوق على واحد 100 وشي حاجه اللي ضافت 120 اللي ضافت على لي ريكومونداسيون ديال 1305. فكتحج الحجم ديال الحوار في الورشات، الحجم ديال الافكار اللي تخرجت من هذه المناظره، وهذا يعني كيتجلى في حب ديال المهنه وديال القناعه هذا التاجر بان تايق اكثر بان اليوم هذه محطه اساسيه اللي خصو يخرج بها باش نزيد نقوي الاقتصاد الوطني، حيت هناك سلسله اللي خصها تخدم من التجاره يعني ولا كانت عندنا سلسله ديال الاستثمارات اللي وقعت مثلا الحمد لله في بلادنا في القطاعات حيويه كصناعه كخدمات، ولكن اليوم هذا القطاع هذا غيكون خصو تا هو يركب يعني في ركب ديال هذوك الاستثمارات اللي مشاو. اليوم خص هذا القطاع هذا يواكب القطاعات اللي الحمد لله مشينا فيها مهمين. الاهم يعني من اهم النقط اللي ركزوا عليها الاخوان في الورشات ديالهم هو الشق التشريعي، يعني انا يمكن نقول ثلاث محاور: الشق التشريعي والقانوني اللي خص بعض القوانين تبدلوا، كذلك الشق اللي ركزوا عليه هو الحكامه والتدبير النقطة الثانية، والنقطة الثالثة هو ما هو الشق الاجتماعي. من كنقولوا الشق الاجتماعي فلا يعقل بأن الشق الاجتماعي اليوم وصلنا واحد الوقت اللي ما يمكنش خصنا نهضروا على يعني التغطية الصحية والتقاعد، فكنظن بأن هادو هما أهم أشياء. والشق الأكثر عود اللي جا فينا هو الشق ديال الجبايات، والجبايات اليوم اللي كيعرفوا منا وجدنا مع خبراء ديالنا ومع المهنيين باش بواحد الملف اللي غنمشيو به ان شاء الله المناظره الوطنيه ديال الجبايات اللي غتكون يوم 3 و 4 ماي. هل اليوم بالمقاربه التشاركيه اللي دارتها الوزاره باش تنخرط جميع الفاعلين في هذا المجال في ليلابوغاسيون ديال الاستراتيجي من بينهم الغرف، هل كتظنوا سي مورو اننا غادي نقدروا نديروا قفزه نوعيه بالنسبه لهذا القطاع؟ بالفعل هذا هو المقصود، وكنظن اليوم هذا هو الجديد. فانا اجزم بان يعني في القطاعات القلائل اللي شفنا بان اشراك يعني المعني بالامر اكثر، اليوم شاركنا هاد المعنيين بالامر هما اهل المعرفه، هما هاد التجار هما اللي عارفين المشاكل الحقيقيه اكثر، فاليوم اشراكهم والتقارب ليلو هو اللي يعطينا واحد المصداقيه لا في الارقام، الاصدقيه في حقائق، لا في الاختلالات اللي كتوقع اللي كيعرف هذا القطاع. فكنظن هنا كانت يعني جولات اللي قمناها كانت هناك صراحه، فاليوم واش بغينا هذا القطاع نتقدم
خدام ولا ما كانت شي. فكنظن بان ما خصناش يفو با كنغطى هاد 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 يعني هاد المحطه هادي. وهذه محطه اساسيه اليوم واللي كينتظرها الجامع. ملي كنتظر الجامع فاليوم الخيرات ديال المؤسسات كمؤسسات الغرف المهنية. وكنشكر جميع المؤسسات ديال يعني رؤساء الغرف اللي انكبوا لك من هنا. كنشكر جميع الجمعيات المهنيه النقابات كذلك يعني الرابطات المهنيه هادو كلهم تعبوا باش ينجحوا هاد اللقاءات الجهويه واللقاء هذا العرس اليوم ديال المنتدى ديالنا. فعلاش علاش 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 حنا اول حاجه باش نرجعوا الثقه لديك التاجر؟ حيت بدون الثقه ما يمكنش نزيدوا القدام. وكذلك في المفهوم الاستراتيجي باركنا بان نجيو نعطيو الدراسات لواحد القطاع ونعطيوها الناس اما نجيبو خبراء على برا وكنقول لهم بان هادو هما اللي غيجيو يعني يعملوا لنا التخطيط ديالنا في واحد القطاع ما ولا. فكنظن بان الحمد لله حنا عندنا ما يكفي من خبراء مغاربه وعندنا ما يكفي من مهنيين اللي يقدر يعطيو لنا الكثير. فكنظن بان هادي غتعطي نبذه لكل من يهمه الامر يعني في القطاعات الاخرى اللي باقا خصها اصلاحات. كنظن بان هذا الشيء اللي خصو كل شيء خصو يهود للتيران، كل شيء خصو يهود يستمع للمواطن ويستمع للمهني مثلا ولا كان في القطاع المهني او في قطاعات اخرى اللي كل قطاع له. ولكن اللي خصنا نقوله بان القاطره حيت كتشوف بعض الترابي ملي كنت كنحدد يعني التوزيع الترابي او المجالي او الجهوي حيت بعض الجهات البيب ديالها او المعامله ديالها التجاره كتكون بين 70% ولا 80% الناس كقطاع كيشمل يعني الجهه كلها كتركز على التجاره. فكنظن هادو خصنا ناخذو بيدهم ما يمكنش خصنا نعاونوا هذا القطاع خصنا نعاونوا هذه الجهه. فكنظن بان اليوم يعني الحلقات ديال الاقتصاد الوطني هي حلقه كبيره كيشغل ما يفوق على 1.5 مليون ديال المواطن وعاد سدهم عائلتهم راه يعني كيشغل يعني واحد الكم كبير من 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 من, من المواطنين المغاربه. ف الظرفيه انا كنظن بان يعني ظرفيه مهمه واللي يمكن تكون قفزه نوعيه في هاد قفزه نوعيه. علاش؟ بالخلاصات اللي غيكون اليوم ان شاء الله في هذه العشيه. علاش قفزه نوعيه؟ حيت الناس كتنتظر منا وكتنتظر منا ولكن كنا صراحه ما كاين الحاجات اللي عاد تعمل من هنا واحد 3 شهور ولا 6 شهور، كاين الحاجات اللي خصها واحد العام، كاين الحاجات اللي عجبنا. فاحنا غنحاولوا كل حاجه الاولويات من الاولويات وهذا هو دورنا باش نواكبوا كرؤساء الغرف وكجامعه نواكبوا مع الوزاره شكون هو يمكن التراتبيات كل حاجه بوحده باش نقدروا نوصلوا للمبتغى هذاك التاجر. سي عمر كنعرفوا ان كاين 12 جهه في المغرب وكل جهه عندها الخصوصيات ديالها، واش في تحضير هذه الاستراتيجيه تخد بعين الاعتبار الخصوصيات ديال كل جهه ولا غادي تكون استراتيجيه شموليه ديال لو سيكتور ولا نقولوا ديال القطاع بالنسبه عامه في المغرب؟ لا احنا استمعنا السيد الوزير يعني كمسؤول ولا كان هاد والجديد اللي داخل الجهات هو التحضير اللي كنا كنحضروا في هاد المناظرات الجهويه. وشكون اللي كان معنا؟ كان معنا ولاد وعمال صاحب الجلاله ديال الجهات، يعني رؤساء الجهات وديال المجالس الاقليميه والجامعات الترابيه. فهاد العمل هذا ان شاء الله نتكبوا عليه كاملين. فكنظن اليوم كلهم على وعي بان هذاك القطاع جد حيوي وهما حتى هما مكبين. في شموليته كاين الحاجات اللي غتعالج الشموليه ديالها ما 70 ولا 80% تقريبا كينصب في المشاكل كلها ما بعدنا، ولكن واحد 20% هي كل جهه عندها واحد لم يمشوا نقولوا بان واحد الناس ما كتطلب والو كتطلب واحد السوق تصميم واحد السوق شنو المانع. فكنظن الوزاره كخصها توفر الامكانيات الماديه مع شركائها اما بوحدها ولا مع الشركاء ديالها واحد كخصو باركينغ او واحد خصو واحد خصو مواصلات او شي حاجه. فكان هادو هما النوع اللي جدينا جداد واللي حاولنا نتقربوا للجهات وهادو مهمين. دوك هذوك 20% اللي مختلفه كتولي ديك الساعه كتحدد الملامح ديالها شكون هما. كاين ما بين الوزاره الوصيه والغرفه التجاريه والوالي على الاقليم
ويمكن ويدخلوا بعض يعني الجماعات الترابيه. وهذا دور كثير دور كبير اللي خصها تلعبوا دور الجماعات، حيت ما يمكن لكش استراتيجيات. دابا اللي كنا كنشوفوا قبل كانت كتعمل استراتيجيات اقتصاديه في الجهات ولا في الاقاليم، ولكن حتى واحد ما كان كيتصل لا بالمهني ولا اللي كيمثل ذاك المهني. فكنظن بان الحمد لله حنا في هاد الجولات الماراثونيه وعاو الاخوان، وكنشكر هذا المنبر كل ما شارك معنا في هذاك يعني في هذاك الجولات، يعني من المسؤولين واللي حتى هما عبروا عن الاستعداد ديالهم بالخيارات ديالهم مع هذا مع اما رؤساء الغرف ولا مع المهنيين باش يقدر يعاونوهم باش نقدروا نشوفوا واحد حتى ديك المشاكل اللي كيعيشوها هذيك المهنيين او هذيك، يمكن حتى الوزاره تعاون في هذا الشان. هذا اخر سؤال، وضع هذه الاستراتيجيه يقع بتوازي مع لا ريفورم اللي كيعرفوها الغرف اجوردي، ما هما المحطات الرئيسيه اللي غادي تاخذ باش توضع هاد لا ريفورم ديال لي شامبو باش يبداو يديروا لو رول الخدمه ديالهم كما ينبغي، ويكونوا الاهداف اللي مترجات من هاد الغرف تكون اهداف واقعيه؟ ولا بالفعل انا كنظن بان ماشي اظن اجزم بان الاصلاح الغرف بدا منذ توقيعنا اتفاقيه اطار في مارس 2018 مع الوزاره الوصيه. ف يعني تقريبا سنتين ونتخبط في بعض كيفاش غنوقعوا، كيفاش غنعملوا، كيفاش غنتنزيل هاد الاكراهات اللي عندنا. مع الاكراهات كل غرفه عندها اكراهاتها، ولكن حاولنا نشوفوا واحد في التوقيع ديال اتفاقيات اطار حاولنا نلمسوا ما هو واقعي دابا وشنو باغي نوصلوا له. فمي شخصنا الواقع جبنا بان كاين مشاكل، كل غرفه عندها مشاكلها، وبان حتى الدوله سمحت في هذه الغرف وحاولت ما تقدرش تواكب معهم. ولكن اليوم دوله واعيه، وهنا كنحيي السيد وزير التجاره اللي تق في هذه المؤسسه واللي عرف بان اليوم خصها تلعب ادوار طلائعيه، حيت اليوم ولا بغينا نمشيو لاسواق جديده ولا اسواق، فالاسواق القديمه ما بقيناش يمكن عيات. فكنظن بان اسواق ولا مشينا سكي انجلوفون راه كخص خص خص الغرف تواكب مع الدوله وتواكب مع الوزارات الوصيه باش تكون حتى هي في مستوى التطلعات ديال 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 المهنيين والتطلعات ديال الدوله كلها. فهذا هو هذا الشق الاول. دونك مي بدينا في التوقيع ديال الاتفاقيات سطرنا واحد البرنامج عمل، واليوم التنزيل ديال برنامج العمل هو هذا الاتفاقيات اللي وقعنا اليوم مع ثلاث يعني مؤسسات رائده هي لومبيك مارك بي ام ولاسميكس. فويخ كنت عاد تشوف كنظن بان لاسميكس كاينه في واحد الجهه ما اللي عاد تجبر ان شاء الله اما في العيون اولا في وجده اولا في يعني بعض المناطق كل شيء كان كيحاول كل شيء وهنا هنا 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 جينا بان لا ديسونتراليزاسيون لا تمركز. فهذا حتى حنا بدينا كنعملوا واحد العمل واخا ما كيتشافش ولكن كيتعمل، ولكن اللي عنده نيه باش يشوف بان واحد العمل كيقوم راه كيقول بان. وانا كنظن بان من هذا المنبر وجه الشكر لكل الاعلاميين اللي كيواكبوا معنا وواكبوا معنا العمل اللي كنقوموا به. كنظن بان خص تشجيع كل المبادرات اللي كتقام داخل المؤسسات ديال الغرف بالامكانيات اللي عندنا دابا متاحه والامكانيات اللي غتوفرها لنا الوزاره. وكذلك هذا التنزيل ديال الاتفاقيات اللي هو برنامج سطرناه وعندنا برنامج عملنا هذا البرنامج كذلك غيكون معنا بعض الخبراء اللي غيواكبوا معنا. كل غرفه عندها خبراء معها، حنا تقريبا واحد 10 ديال الغرف راه داز لي زابيل دوف ديالهم عارفين شكون غيبدا يشتغل معاهم وكنواكبوا معاهم. هذا كله تهيئ للمستقبل. فكاين بعض الحاجات اللي ما يمكنش تقدر تنزل دابا عاد تشوف الثمار ديالها دابا، ولكن يمكن تشوفها من هنا 6 شهور، كاين من هنا تشوفها من هنا سنه، ولكن تشوفها من هنا سنتين. ولكن حنا ماضيين ويعني واعيين بان اصلاح الغرف هو ولا صلحتي الغرف يعني غتصلح بعض المنظومات ديال اللي غتكون داخل الغرف. شنو المنظومه اللي غتكون الغرف واللي كنا كنحثوا عليها هو كيفاش تحاول توجد واحد الجو مهم ان هذاك المهني اللي غدا بعده باش يكون حتى هو يعني يكون فرحته غتكون تطلع له في التنافسيه ديالو. وهذا هو اللي نطمح ليه باش غدا بعده يكون حتى هو يعني كينافس بعض المقاولات اللي كتجينا من الخارج. وهذا هو المبتغى منه. سي عمر مورو، ذكر انتم رئيس فيدراليه الغرف التجاره والصناعه والخدمات، شكرا على هذا التوضيحات. شكرا لك.
Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.